أخطر عصابات العالم لعبت دوراً محورياً في العديد من جرائم القتل والسرقة وغسيل الأموال والاحتيال العالمية. حولت أوروبا إلى مسرح من الرعب وأعمال العنف. كان لها الدور الأبرز بعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا إلى إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية. إنها عصابة الفأس الأسود التي انطلقت من نيجيريا لتغزو العالم بأسره. فمن هي جماعة أو عصابة الفأس الأسود التي باتت في العقد الأخير واحدة من أخطر عصابات الجريمة المنظمة وأكثرها انتشاراً في العالم؟ تأسست الفأس الأسود عام 1970 في مدينة بنين بولاية إيدو النيجيرية كحركة طلابية تسمى السود الجدد، واتخذت من الفأس شعاراً لها كرمز للنضال ضد الفصل العنصري في إفريقيا، لكنها انحرفت عن مسارها على مدى عقدين من الزمن لتتحول إلى شبكة دولية ومافيا خطيرة لتنفيذ الأعمال الإجرامية في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا. يشار إليها في نيجيريا كمذهب أو ملة نظراً لطقوس الانضمام السرية التي تعتمدها والولاء الاستثنائي الشديد الذي يتميز به أعضاؤها، وهي تستهدف فئة الشباب من الذكور ما بين 16 إلى 23 عاماً للانضمام إليها. وفي ثمانينيات القرن الماضي انتقلت عصابة الفأس الأسود إلى أوروبا وبدأت نشاطها من إيطاليا بالتعاون مع المافيا، وكان نشاطها الأساسي المخدرات والإتجار بالبشر. بعد ذلك انتقلت إلى ألمانيا ونفذت العديد من المخططات الإجرامية تمثلت بالقتل وغسيل الأموال، لكن حجم امتداد الفأس الأسود في ألمانيا لا يزال غير معروف حتى الآن. اتسع نشاط المافيا النيجيرية الأكثر رعباً في جميع أنحاء العالم بأعضاء تجاوز عددهم 30,000 شخص بكافة مجالات الجريمة المنظمة، لكنها تخصصت في العقد الأخير بالإتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني الذي بات المصدر الأساس لإيراداتها المالية. فجرائمها الإلكترونية يتم تنفيذها عبر شبكة دولية تغلغلت بجميع قارات العالم وتدر عليها مليارات الدولارات سنوياً. كان رجال الفؤوس يستخدمون منتديات سرية ومواقع إلكترونية لا يمكن الوصول إليها دون استخدام كلمات سر لتبادل صور وتفاصيل جرائمهم، إلا أن الوثائق السرية الخاصة بالفأس الأسود والتي تم التوصل إليها عبر قرصنة مواقع المئات من أعضائها، ويعود تاريخها إلى الفترة من 2009 إلى 2019، تضمنت أحداث جرائمهم بالتفصيل مع صور للضحايا، كما تضمنت بيانات عملية تهريب المخدرات والاحتيال الإلكتروني المنفذ بطرق تتسم بالإتقان والربحية المرتفعة، وفواتير وتحويلات مصرفية وألاف الرسائل الإلكترونية التي تبين تعاون الأعضاء فيما بينهم وتبادل لنماذج كيفية القيام بعمليات الاحتيال، حيث مثلت هذه الوثائق فسيفساء لنشاطات الفأس السوداء الإجرامية التي تمتد عبر 4 قارات. بالعودة إلى حركة السود الجدد المسجلة كشركة رسمية في نيجيريا، وكانت الفأس الأسود قد ظهرت من خلف أسوارها، إلا أن الحركة تتنأى بنفسها بعيداً عن الفأس الأسود وتؤكد معارضتها لأفعالهم وجرائمهم، إلا أن التقارير الواردة من وزارة العدل الأمريكية والسلطات الكندية تؤكد أن الفأس الأسود جزء من السود الجدد وأنهما وجهان لعملة واحدة. وفي عام 2023 قاد الانتربول تحقيقاً دولياً مع 21 دولة من قارات عدة تحت مسمى جاكال، أسفر عن تعقب المئات من أعضاء الفأس وإلقاء القبض عليهم ومصادرة وتجميد حسابات بنكية مرتبطة بالعائدات غير المشروعة للجرائم المالية. ولا تزال عمليات الملاحقة مستمرة لأعضاء الفأس الأسود للوصول إلى زعمائها المنتشرين حول العالم.